تفاصيل طقسنا وكيف رح تكون درجات الحرارة أكيد لكل يلي بردانين إذا رح يطفوا بالأيام اللي جاية. بيعطينا إياها مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية رئيس قسم التقديرات السطحية محمد كنج. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يا هلا. لكن ساعة البدن بيطفوا، مش ضروري ينطروا 14 شباط، يعني حسيتك بدك مش ضروري تعلق. ينطروا 14 شباط يا أستاذ محمد. إيه صحيح. تفضل. بالاجمال طقس متقلب عم بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط، حيبلش يستقر تدريجيا اعتبارا من ظهر اليوم. طقسنا مثل ما الصبح الناس فاقت فيها، في عنا امطار وعم بيكون غائم، نبلش غائم اجمالا خلال الفتره الصباحيه، عنا ضباب على المرتفعات، ارتفاع اضافي بدرجات الحراره. نعم. اذا عم نشوف المنخفض اللي كان مأثر علينا اتجه صوب الشرق، هلا فعليا عم بيأثر على سوريا. العراق، على شمال العراق وعلى شمال سوريا، شمال شرق سوريا. نعم. هناك عم ينزل، يعني عم بيعطي ثلج على مستويات منخفضه. بالنسبه لوضعنا اليوم، الثلج على 1200 متر، في عنا في الفتره الصباحيه او قبل الظهر تساقط للثلوج. الطقس بلش يتحسن تدريجيا بعد الظهر، ابتداء من بعد الظهر، وهون بنحذر من تكون جليد على الطرقات الجبليه. بعدها بزحله 4 تحت الصفر عم بتكون اليوم الصبح، كانت 4 تحت الصفر. نعم. بعتقد اعتبارا من بكره تبلش تتحسن درجات الحراره بالمناطق الجبليه والداخليه. على الساحل بلشت تتعافى، يعني امبارح مثل هالوقت كانت درجات الحراره بحدود 8 درجات، اليوم 13 درجه. نعم. هون عم نشوف الامطار اكثر ساحليه وصوب الشمال، على المناطق الداخلية عم تكون محدودة، يعني إلا بالوسط. بالوسط في عنا لليوم الظهر احتمال بعض تساقط للأمطار والثلوج مثل ما حكينا على 1200 متر وطلوع. بالنسبة لبكرة، غائم جزئيا لقليل الغيوم، ارتفاع بدرجات الحرارة، خطر تكون الجليد بضل على ارتفاع 1100 متر وطلوع. والجمعة كمان في تعافي لدرجات الحرارة، كمان ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، انخفاض نسبة الرطوبة تدريجيا من الظهر بيتحول لغائم جزئيا، فغائم بسحب مرتفعة. يعني طقسنا بالإجمال منيح اعتبارا من اليوم بعد الظهر بلش يتحسن، وخلال هالأسبوع لنهار الأحد ممكن شوية أمطار. نعم. هلا بالنسبة لكميات الأمطار بدنا نضوي عليها اليوم. بس بعتت لنا ريتا صقر بتقول من ميروبا، شو صعبة بالبرد تغسل وجهك؟ الله يساعد اللي عنده وجين. بقضية مجلد. بالنسبة لبيروت صرنا بحدود 800 ملي، المعدل لليوم هو 577. بالنسبة لطرابلس صرنا 735، المعدل لليوم 850. وزحلقة صرنا بال 580 تقريبا، المعدل بحدود ال 400. نحن يعني بالمعدل متجاوزين المعدلات العامة بين ال 250 تقريبا ال 200 ملي تقريبا بكل المناطق. نعم. وبالنسبه لليوم الهواء حيكون ناشط، ممكن يوصل لحدود ال 55 كيلومتر بالساعه. نعم. هون اذا عم نشوفها على الجراف مبينه، يعني كيف المعدلات اللي باللون الازرق هو المعدل العام، واللي باللون الاخضر هو هيديك السنه، المعدل الاحمر هو هيدي السنه. بالنسبة للرياح السطحية حكينا أنها هي اليوم ناشطة. نعم. بالنسبة للرطوبة بين 40 و 75%، بيبقى نشير أنه البحر بعده شوي مائي، حرارة سطح الماء 16 درجة، وساعة شروق الشمس 6:27، الغروب الساعة 5:18. شكرا لك استاذ محمد، لكل العاملين بمصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني في مطار بيت